رجعنا حضراتكم بعد الفاصل. حطينا هنا الجزر والبصل والبطاطس اهي، وادي الثوم وادي الطماطم اللي بعد ما قشرتها، وادي العدس. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. عدس اصفر، جنزبيل فريش، ثوم وكمون، مرق، بصل، صلصه طماطم، فلفل حار، وعندي بصل اخضر وعيش وملح وفلفل. طيب كده هنا كل التوابل موجوده اهي كده. ادي الفلفل الحراق، وادي ملح وفلفل. لا هو المفروض اخد بطاطس، معلش زود بطاطس عندك يا باشا، والغي لي الجنزبيل فريش عشان لا ما هو ده انا اعمل لك فته يا باشا في عيش محمص اهو. عايز شعريه؟ ربنا يعمل لك بالشعريه. حاضر، شغال عندكم في البيت انا طباخ العيله. ماشي، تنكوا عليه بعضين. تنكوا عليه ليه؟ اهو. طب يا عم حقك عليا، انا غلطان يا سيدي، انا غلطان يا سيدي.